النهاردة هنتكلم عن الفلوبوتوماس بابا تازي، ودي بيطلق عليها اسم الساند فلاي. بيسموها ساند فلاي لان الكالر بتاعها بيبقى يلو لايك ساند، شكل نفس لون الرمل. هي بيبقى ليها كاركترز، ليها هامبل توركس وفيري ماينوت، يعني السايز بتاعها بيبقى سمولر زين سايز اوف موسكيتو. ليها طبعا ميديكال امبورتنس زي ما هنشوف دلوقتي. ايه الميديكال امبورتنس بتاع الحشره دي؟ اولا ترانسميشن اوف ليشمانيا سبيشيز، عرفنا انها هي الفيكتور اوف ليشمانيا، سواء كانت ليشمانيا اللي بتعمل كوتينيوس ليشمانيزس او ليشمانيا اللي بتسبب الفيسترال ليشمانيزس. نمبر 2 ترانسميشن اوف بارتونيلا باسيلي فورمز، ودي عباره عن بكتيريا كوزينج ديسيز اسمه كيريونز ديسيز. كيريونز ديسيز هاز تو كلينيكال فورمز، في عندنا الاوريا فيفر وده فيتال فيسترال فورم اكومبانيد باي بون جوينت اند ماسل بين، وبيبقى معاه برضو انيميا اند جوندس. والنوع الثاني اللي هي الفروجا بريوفيانا، ودي مايلد نون فيتال كوتينيوس فورم. الساند فلاي بتعمل ترانسميشن اوف فيروسز، زي ايه الفيروسز اللي هتنقلها الساند فلاي؟ هتنقل الساند فلاي فيفر فيروس، بقول عليه 3 دايز فيفر فيروس او بابتازي فيفر، وده عباره عن مايلد فايرال ديزيز وذ شورت ديوريشن، بيبقى معاه فيفر مع هيديك مع اوربيتال بين اند ليكوبينيا. هنا الساند فلاي بتشتغل او ليها رول كفيكتور وكريزرفوار في نفس الوقت. يعني ايه كريزرفوار؟ يعني الفيروس ده باسنج من الاوفا بتاع الفيميل للاوفسبرينج. فبقول على النوع ده من الترانسميشن ترانس اوفيريان ترانسميشن. طيب ايه الفيروسز التانية اللي هي بتنقلها؟ بتنقل الفيزيكولار استوماتايتس فيروس، وده عبارة عن فيرال انفكشن كوزنج ان انفلونزا لايك إلنس. كمان الساند فلاي بتعمل حاجة اسمها حرارة. ايه الحرارة دي؟ is an allergic reaction to painful bite of sand fly. طبعا احنا عرفنا ان اي انسكت بتعمل بايتنج للهيومن في حاجة اسمها ميكانيزم اوف بايتنج، انها الاول بتعمل cut wound على السكن بواسطة المانديبول بتاعها، بعد كده بتعمل widening للووند ده بانها تعمل separation للايدجز بتاعت الووند بالسريتد ماكزيلا اللي عندها في البروبوزس او في الخرطوم بتاعها، وبعد كده تعمل بورنج للسلايفا جوه البايت ووند، علشان السلايفا بتاعت الانسكس دي بيبقى فيها انتي كواجولانت سبستانس تمنع تجلط الدم، فده بيخليها تقدر تاخد الكميه السفشنت بلاد اللي هي محتاجاه علشان الفيدنج. طيب ايه بقى الحراره؟ ده allergic reaction to the painful bite of sand fly، هو actually to the saliva of sand fly resulting in local induced inflammatory. لو بصينا على الكنترول اوف ساند فلاي، هلاقي اول حاجه خالص في الكنترول netting screens over windows and beds must be very fine. Why? Because its size is very small. It is minute insect. Number two, using insecticide permanginated nets. هنا دي جديدة، كنا بنستخدم البيد نتس العادية، بس الأحدث إنها تبقى impregnated with insecticide عشان تعمل killing by knocking effect على طول by contact. Number three, environmental sanitation, filling cracks in walls and grounds. Removing vegetation and organic materials to discourage breeding of sand flies. طبعا دي الحاجات اللي هي بتعمل breeding عليها، لازم اتخلص منها عشان كده اتخلص من sand fly. رقم 4 applying residual insecticides against larvae and adults in suitable breeding places and indoor on walls. دي كمان من الحاجات المهمة جدا، ان insecticide يكون ليه residual effect. What the meaning of residual effect? It is a prolonged effect. يعني ليه تأثير ممتد
المفعول، واحيانا بنشوفها كده على السبراي علشان الهاوس انسكتس بتلاقي مكتوب عليه ممتد المفعول. نمبر 5 ريبيلنس. ريبيلنس ار لوشن اور كريم ذات ريبيل ساند فلاي فروم بايتنج مان باي ابلاينج ذيس لوشن اور كريم اون اكسبوزد بارتس اوف سكين. وطبعا خدناها قبل كده في الموسكيتوز، قلنا ان في الريبيلنس للموسكيتوز اللي هي بتخليها ما تعملش البايتنج. طيب في انسكت تانية اسمها سيميوليوم بيطلق عليها بلاك اور كوفي فلاي، ودي ليها ميديكال امبورتانس عندنا، ويمكن تفتكروها من النيماتودز ان هي دي كانت الفيكتور اوف واحده من الفيلاريات اسمها اونكوسيركا فولفولس اللي كانت بتعمل ريفر بلايندنس. في كمان حشره تانية اسمها كيلوكويدز، ودي اللي بتنقل المانسونيلا بريستنس والمانسونيلا اوزارتي. في كمان الكرايسوبس. طيب لو الاجز بتاعت الهيلمنسس دي او السيست بتاع البروتوزوا ده انفكتيف ستيج، هي بتشيلها من الستول بتاع الهيومن وتروح على الفود او الدرينك، تروح واقفه عليه تحط السيست او تحط الاج اللي هي ماتيور، فبالتالي اي حد هيجي ياكل الاكل ده او يشرب درينك ده هيبقى كده عمل انجيشن للماتيور سيست او الماتيور ايج، فيحصل له كده ايه. طيب بتعمل ميكانيكال ترانسميشن اوف سام ديزيزز، وهنا سيرف از ميكانيكال فيكتور. يعني في عندنا في انواع الترانسميشن الانسكت وهي بتنقل الباراسايتس، في انواع للترانسميشن ميكانيكال ترانسميشن اللي هي تاخد الانفكتيف ستيج من مثلا من الستول وتحطه في الفود او الدرينك، ده اسمه indirect mechanical transmission. او direct mechanical transmission انها تاخد الباراسايت من blood بتاع patient و introduced it in blood of healthy person. دي زي ما بيحصل فين، زي ما بيحصل في حالات الاستوموكسز وهي بتنقل تربانوسومز. ممكن الاستوموكسز تنقل تربانوسوم تاخدها من شخص مصاب، حالات التربانوسوما جنبينزي على سبيل المثال، تاخد كل التريبوماستيجوتس بيبقى ليه تلات اشكال زي ما احنا عارفين، اللونج سلندر والانترميديت والشورت ستامبي فورم اللي هو الميتا سايكل. الميتا سايكل ده بيعدي على طول، بتاخده من البيشنت وعلى طول ايه تيجي تعمل بايتنج لهيلثي بيرسون تديله كل الستيجز دي. فيبقى هي هنا نقلت ميكانيكال، بس دايركت ميكانيكال. دايركت يعني فروم بلاد تو بلاد، ان دايت بقى يعني من الستول للفود والاي والدريس. طيب يبقى هنرجع تاني للماسكا دوميستيكا، هنا الترانسميشن بتاعها بيبقى ميكانيكال ودايركت ولا اندايركت؟ ها ايوه يبقى اندايركت ميكانيكال ترانسميشن. طيب هنشوف هي هتنقل اندايركت ميكانيكال ترانسميشن لايه كمان. هتنقل انتريك انفكشنز زي سالمونيلا تايفي، زي الشيجيلا ديزنتري، زي البوليو فيروس، زي الفيبرو كوليرا، وباراسايتس زي الانتاميبا هيستوليتيكا، زي الجارديا لامبيا، زي البلانتيديم كولاي. نون انتريك انفكشنز زي المايكوبكتيريوم تيوبركلوزيس، زي الباسيلس انثروكس، زي التيتانوس، زي التراكوما اللي هي بتعمل ديسيز في الاي. بتعمل بقى حاجة تانية خالص غير الترانسميشن اوف ديسيز، بتعمل حاجة اسمها مايزيس. يعني ايه مايزيس؟ يعني التدويد. يعني ايه برضو التدويد؟ يعني ان اللارفا بتاع الفلايز او يرقات الذباب دي present in human or animal tissue، تبقى موجودة في انسجة جسم الانسان او الحيوان، دي اقول عليها المايزيس. طيب larvae of some flies are responsible for occasional intestinal and genitourinary ميزس. طبعا هنا الفلايز بتلعب دور كبير جدا في الميزس. لو احد اي حد بلع اللارفا بتاعت الماسكا دوميستيكا مثلا هتنزل في الستول بتاعه، ممكن تبقى فايبل وممكن تبقى ديد، بس ممكن تعمل شوية ايه انتستاينال ديستربنس، وده اسمه ميزس. او تدخل نوع من انواع الذباب اسمه فانيا،
الفانيا ليكتولاريس دي ممكن تدخل واحد قاعد يعمل يقضي حاجته في الخلاء كده، تيجي على الاورفيسز، تيجي تدخل عن طريق اليوريثرا وتعمل انفلاميشن في اليورينري بلادر، او تدخل عن طريق الفاجينا في الفيميلز وتعمل انفلاميشن في التيوبس وفي الفاجينا. Control of house fly. Control is a community measure. Lee community measure since flies travel considerable distance. لأنها طبعا ما اقدرش اتحكم في ال traveling بتاع الفلايز دي، لكن السكرينينج للدورز والويندوز، اني احط سلك على البيبان، سلك على الشبابيك، انترابينج، ان انا استخدم حاجات بتعمل ستيكينج للادلت فبقى اعمل له ترابينج، كل دي بروتكت انديفيديوال هاوسز. نمبر 2 elimination of breeding places by the disposal or chemical treatment of animals. هتحكم ازاي ان انا اعمل treatment of animal excreta مثلا، او اعمل treatment of garbage او decaying vegetations. كل الاماكن دي الgarbage والdecaying vegetations والanimal excreta او الanimal stool، كل الاماكن دي هي breeding place ليها. فهحاول يا اما ان انا اعمل treatment للbreeding places دي، applying chemicals يعني that kill fly، لو جت تعمل بريدنج عليها كده بعملها كيلينج، او ان انا اعمل لها elimination خالص، safe disposal elimination للbreeding places دي. طيب بعد كده عندنا ايه؟ spraying appropriate residual insecticides. وقلنا الانسكتيسايد اللي هي المبيدات الحشريه لازم يكون ليها ريزيديوال افكت، يعني تكون ممتده المفروض. بعد كده عندنا هانجينج بايرثرويد كوتد فايبر جلاس ستريبس ان براندز، يعني انا عندي زي فلاي كده ترابس او زي مصايد للفلاي، باني بجيب فايبر جلاس ستريبس زي شرايح كده فايبر جلاس بتبقى كوتد بانسكتيسايد اللي هو البايروثرويد، وعمل لها هانج مثلا في السيلينج تو كاتش ادلتس. طيب ان تشيكن فارمز، في مزارع الدواجن بقى، مزارع الدواجن بتبقى عرضه ل ان الفلايز تبقى اباندنت بشكل كبير جدا فيها، بيعملوا فيها بيولوجيكال كنترول. بيولوجيكال كنترول ازاي بقى؟ بيعملوا فيدنج للجرنايل هرمون تو تشيكن، يخلوا التشيكن تتغذى على الهرمون ده تو انهبيت ديفلوبمنت اوف لارفي ان تشيكن مانيول، يعني حتى لو جت الفلايز وحطت الاجز على المانيول او على الستول بتاع التشيكن دي مش هتتطور وتبقى لارفا، يعني مش هتتطور للستيج اللي بعد كده. انا كده قدرت اتخلص من الفلايز بطريقه بيولوجيكال. اخر حاجه ريليز اوف ناتشرال انيمز، طبعا افكتيف لو في تاني نوع من انواع الفلايز هو الاستوموكسس كالسيتانز، ودي اسمها بيسموها ستابل فلاي لانها دايما بتبقى في استابلات الخيول. الماوس بارتس بتاعتها بيرسينج اند ساكينج، معنى كده انها ممكن تنقل اي باراسايت موجود في البلد ميكانيكال، والنوع ده هيبقى اسمه ايه في الترانسميشن زي ما عرفنا قبل كده، هيبقى اسمه دايركت ميكانيكال ترانسميشن. فتعالوا نشوف ايه الميديكال امبورتانس اوف استوموكسس. نمبر 1 ات كان ترانسميت بلاد باراسايتس از تريبانوسومز، قلنا انها هتعمل فيدنج على البلد بتاع بيشنت، هتاخد كل الستيجز اللي موجوده في البلد، يحصل interrupted feeding يعني يمنحها انها تكمل، الهوست ده يمنحها انها تكمل البلاد ميل بتاعتها فتروح للنيبرنج بتاعه، حد قاعد جنبه ده بيبقى healthy introduce trypanosomes في البلاد of healthy person. زي ايه انواع trypanosomes دي؟ trypanosoma bruzi and trypanosoma evans. evans دي بتاعت الريتس. number 2 mechanical transmission of diseases like anthrax, like brucellosis, like epidemic relapsing fever. number 3 ميزس، اللارفا بتاعت الفلاي دي ممكن تعمل accidental
ميزس، ونعرف الاكسيدنتال ميزس بيتم ازاي بالتفصيل تبع الدرس الميزس. الكنترول as mentioned for ماسكا. طيب تالت نوع من الفلايز اسمها جلوستاينا اللي هي سيت سي فلاي، يمكن فاكرينها احنا، فاكرينها من الافريكان سليبنج سيكنس. الميديكال امبورتنس بتاعتها دي الفيكتور بتاع التربانوسوما بلوزي جامبينزي والتربانوسوما بلوزي رودسينزي، وبتعمل افريكان سليبنج سيكنس. طبعا عرفنا ان ليها تو سبيشيز، البالبالس جلوستاينا بالبالس دي اللي هي كانت ان ويست افريكا، ودي الفيكتور بتاع التربانوسوما بلوزي جامبينزي، وكان في جلوستاينا مورستانز اللي هي موجودة في ايست افريكا وكان بتنقل التربانوسوما. ازاي نعمل كنترول للجلوستاينا؟ اولا changing the nature of breeding places to become unsuitable for this fly. دايما انا عارفة ان breeding place بيبقى مختار بعناية من الفلاي علشان ده المناسب لمعيشتها، فلو قدرت اغير النيتشر بتاعه، لو هو مثلا مويست اخليه دراي، لو هو شادد اخليه اكسبوزد للصن، كل ده هيأثر على معيشة الفلاي. نمبر 2 elimination of wild game reservoir، الحاجات اللي هي المهمة ان احنا نتخلص من الريزرفوار. نمبر 3 manual collection of the pupae، البيوبة بتاعتها بتتشاف بالنجد اي، فانا ممكن طبعا ان انا اعمل كوليكشن للبيوب دي واعملهم destruction. او spraying insecticides by aircrafts، استخدم بقى الطيارات في انها ترش بقى مبيدات حشرية في الاماكن اللي هي التواجد بتاع الفلاي، عارفين طبعا انها موجودة in east and west africa. using repellents and avoid dark clothes، using repellents to repel this fly from biting and dark clothes لانها بيحصل لها attraction للدارك كلوفس، فانا يعني بتجنب الموضوع ده. عندنا بعد كده نوع من انواع الفلايز بقول عليها ميتاليك فلايز، لونها شايني كده وليها لون جميل كده زي لون السيارات كده. عندنا في واحدة ميتاليك جرين لونها اخضر كده بيلمع اسمها اليوسيليا، والتانية لونها ازرق برضو تشايني وجميل كده اسمها كاليفورا. ايه الميديكال امبورتنس بتاع الذبابة الزرقاء والذبابة الخضراء دي؟ بتعمل حاجة اسمها سيمي سبيسيفيك مايزيس. يعني ايه سيمي سبيسيفيك مايزيس؟ يعني هي سبيسيفيكالي بتعيش على الكاديفر او على النيكروتيك ماتيريال، ده سبيسيفيكالي يعني اوبليجاتوري، لكنها ممكن تبقى اتراكتد لنيكروتيك ووند في الهيومن بالفيتد اودر بتاعه، يعني ريحته مش كويسه فتبدا تنجذب ليه، فتيجي تقف على ووند عند الانسان ويبدا تحط الاجز بتاعتها على الووند ده، يبدا الاجز تتحول للارفي، اللارفي تبدا ترعى كده جوه الووند، فالناس يقولوا الجرح ده دود، ده اللي هو المايزيس. فبالتالي هو فاكلتيتيف، ممكن تنجذب وتعمل ووند مايزيس وممكن تفضل على الكاديفر، فعشان كده سموها ايه، سموا المايزيس اللي هي بتعمله ايه يا اولاد، سموه سيمي سبيسيفيك مايزيس، او اقدر برضو اقول عليه فاكلتيتيف مايزيس. ودي يمكن اشهر مثال ليها لما حد يعني ايه يبقى متضايق من حد يقول مش هخلي الدبان الازرق يعرف طريق جثته حاجه كده، دي دايما بشوفها في المقابر، دي اللي هي بتاكل الكاديفر، بتاكل الفليش بتاع الكاديفر. في عندنا الفليش فلايز اللي هي حجمها بيبقى كبير شويه فليشي كده، زي ايه، زي الساركوفاجا. الساركوفاجا دي بتبقى الابدون بتاعتها تشيز بورد، فبميزها بشكل الابدون بتاعتها بتبقى عامله زي الشطرنج. في عندنا الولفارشيا ودي الابدوم بتاعتها بتبقى فيها دوتس كبيره كده سودا. الماوس بيبقى ساكنج في النوعين سواء كان يوسيليا وكاليفورا او ساركوفاجا والفارشا، فبالتالي مش بيتغذوا على البلاد، لكن الميديكال امبورتنس بتاعتهم عندنا احنا انهم
الاربع انواع دول هيعملوا سيمي سبيسيفيك مايزيس، وهم من عيله واحده اسمها عيله الكاليفورنيدي. طيب نقسم المايزيس بقى، قسمنا المايزيس على حسب اللايف سايكل، وقسمناه على حسب الهابيتات بتاعه في جسم الانسان. على حسب اللايف سايكل قلنا ان دي اسمها باراسيتولوجيكال كلاسيفيكيشن، وهبدا بيها الاول. بينقسم الى اوبليجاتوري مايزيس، والى فاكالتيتيف مايزيس، والى اكسيدنتال مايزيس. تعالوا معايا يا اولاد على الاوبليجاتوري مايزيس. This must develop on live host. Yes، يعني لازم بالضرورة انها تصيب جسم حي عشان تقدر تكمل دورة حياتها. This group includes species or genera of Wolfarsia, Coclomia, Ochmyromia, Cheirosomia, Cordylobia, Dermatobia, Hypoderma, Ostras and Gastrophilus. دول الانسكتس او الفلايز اللي اللارفا بتاعتهم بتعمل اوبليجاتوري مايزيس. الحقيقه اشهرهم الكورديلوبيا والديرماتوبيا والاوستراس والهايبوديرم، هم دول اشهر انواع في حاله الاوبليجاتوري مايزيس. النوع الثاني فاكالتيتيف مايزيس، which usually develop on decaying organic matter such as carrions, feces, rooting vegetables, but occasionally deposit their eggs or larvae on live hosts. This group includes species of Calliphora, Sarcophaga, Leucelia and Wolfarsia. أفكركم بيهم اللي هم أساسا بيعيشوا على النيكروتيك ماتيريال وعلى الكاديفر، هم دول اللي بياكلوا الفليش بتاع الكاديفر، لكن ممكن يبقوا attracted للهيومن أو للأنيمال لو في فيتد اودر، لو في ريحه مش كويسه من موند مثلا. accidental mayesis when their eggs or larvae are ingested by the host. يعني ده بالصدفه المحضه، واحد اخذ فود او اخذ درينك او اخذ vegetables او fruits وكانت contaminated with eggs of these flies او larvae of these flies. This is known as pseudomyiasis, and this group includes species of Musca, Stomoxys, and Fania. Fania دي اللي هي التريم فلاي اللي أنا قلت لكم عليها، لو حد بيقضي حاجته في الخلاء ممكن تيجي ذبابة صغيرة كده أصغر من ذبابة المنزل وتفضل بقى إيه تحوم حوالين الأورفس. طيب دي كانت الباراسيتولوجيكال كلاسيفيكيشن. هنبص على الكلينيكال كلاسيفيكيشن، ودي هتكون according to the affected organ. في عندنا الجاستريك مايزيس caused by invasion of larvae of Aristaelis in food. طبعا الأريستاليس فلاي دي اللي هي دايما بلاقيها في الحدائق العامة، فممكن يحصل منها مايزيس. intestinal mayesis caused by larvae of Musca, Calliphora, Leucelia and Sarcophaga. intestinal mayesis هنا معظمه بيكون accidental، يعني معظم حالات الانتستاينال دي accidental through ingestion of eggs or larvae in food. طيب السيمتومز بتاعتها ايه بقى؟ السيمتومز are non-specific، واحنا عارفين non-specific symptoms اللي هي النوزيا، vomiting، دايريا، ممكن abdominal pain، colic. Purgation with sodium sulfate may be used for gastrointestinal mayesis. ده العلاج ان انا اعمل purgation للعيان علشان اتخلص من اللارفي. طيب في نوع كمان اسمه rectal mayesis ده caused by Fania species. When they lay eggs on the anus and larvae crawl into the rectum and develops. طيب هيحصل ايه بقى؟ No medical problems are caused by this type except nervous problem. طبعا يعني تعمل anxiety و worry و nervousness لما البيرسون يكتشف ان في maggot في الستول بتاعه. يعني ايه كلمة ماجوت؟ يعني living larvae، يعني viable larvae. يبص على الستول يلاقي ديدان عمالة ترعى كده في الستول بتاعه، طبعا ايه هيجيله worry و anxiety و nervousness. طيب في نوع كمان اسمه urogenital mayesis ده caused by invasion of larvae of Musca, Fania and Aristaelis اللي هي red tailed larvae.
هنا ال eggs may be deposited accidentally on genitourinary opening and larvae gain entrance to genitourinary tract causing dysuria, hematuria, biuria and larvae are found in urine. دي اللي احنا قلنا عليه قبل كده. And urinary meiosis usually terminates spontaneously, although sometimes cystoscopy and bladder lavage may be necessary for treatment. طبعا لو الموضوع مقرق العيان وعامل inflammation انا لازم طبعا بتدخل واعمل لافاج بالسيستوسكوبي عشان اخلص العيان كل الايه الماجوت اللي موجود. نوع كمان اسمه نيزوفارينجال ميزيس وده كوزد باي لاربي او فارشيا ساركوفاجا كريسوميا اللي هي اسمها اولد وورلد سكرو ورم كوكليوميا اللي هي السكرو ورم جاستروفيلوس اند اوستروس. They are deposited in nasal atria, either living or migrate to sinuses and adjacent tissue, causing deep full smelling necrotic lesion. طبعا يعني هي بتحطهم على nasal orifices ممكن يفضلوا موجودين جوه النوز او يمشوا يروحوا على sinuses ويعملوا بقى discharge ريحته رديئة جدا ويعملوا necrotic lesion. النيزل ميزيس often cause obstruction of nasal passage. طبعا لو في نيزل ميزيس بيقفل خالص الايه النيزل باسج ويعمل نيزل obstruction بيعمل severe irritation and in some cases facial edema and fever. Pharyngeal ميزيس causes difficulty in swallowing. Larvae are found in nasal discharge. انا دايما اشوف النيزل discharge في حالات الميزيس بلاقي فيه فعلا الاربي بتاعة الفلايز. النوع اللي بعد كده ocular myasis caused by ostrus ovis وده بقدر اقول عليه sheep nasal pot. في كمان الهايبوديرما كاليفورا والفارشيا لاربي. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ان الفيميل فلايز drop their eggs or larvae either near the eye where larvae burrow into the eyelid conjunctival sac or lacrimal duct. في الحالة دي بسميه ايه اولاد؟ بسميه external ophthalmomyosis or rarely into the eyeball. طبعا ده يعني نوع نادر ولكن ممكن يحصل في الحالة دي بقول عليه internal ophthalmomyosis. طيب لو هو كان internal بيعمل great irritation يعني بيعمل irritation للآي ومش بس الريتيشن، الريتيشن ده موجود برضو في الاكسترنال اوفثالموميزيس لكن هضيف على الانترنال اوفثالموميزيس ان هو ممكن يعمل اوبتيكال اتروفي وممكن يستلزم انوكيوليشن اوف ذا اي. دي من الحاجات طبعا الخطيرة جدا يا ولاد. في كمان نوع اسمه اورال ميزيس ده كوزد باي والفارشا ساركوفاجا اند كوكليوميا لارفي. It is dangerous type of myasis طبعا في الأذن يعني ألاقي كده إيه حاجة عاملة زي الدودة جوه الأذن فدي من الحاجات اللي تعمل فعلا nervousness وتعمل buzzy noise تعمل دوشة كده وزن جامد جدا في الودن وتعمل كمان discharge. هنشوف تعالوا نبص على النوع ده كده. It is a dangerous type of myasis in which patient may complain of crawling sensation and buzzy noise. A full smelling virulent discharge may be present. If located in the middle ear, the larvae may find their way into the brain, especially cochleomia. دي cochleomia دي بتتميز بان اللارفا بتاعتها ليها حركة characteristic يعني الحركة بتاعتها عاملة زي عارفين مسمار القلاووز كده اللي هو بيتحرك بطريقة دائرية كده بيحفر بيخرم كده مكان في الحيطة. هي بتفضل تتحرك الحركة اللي هي الدائرية دي عشان تخرم التيشو فعشان كده الكوكليوميا دي من الحاجات الخطيرة جدا لأنها very active very active اللارفا بتاعتها عندها vigorous activity to burrow deeply into healthy tissue فبالتالي ممكن تعمل penetration للبون ممكن توصل للبرين. النوع اللي بعد كده اسمه cutaneous myasis. هنا اللارفي either invade intact skin والحالة دي تعمل frankel-like lesion يعني swelling على الجلد أو تعمل creeping eruption تزحف تحت الجلد أو invade injured skin. لو invade injured skin هيبقى ulcer أو wound فبالتالي الكوتينيوس ليه أنواع. تعال نشوف كده الكوتينيوس. في عندنا
رانكلر ميزيس ذا كوزد باي لارفي اوف كورديلوبيا اند ديرماتوبيا. نبدا بالكورديلوبيا اللي هي اسمها التامبو فلاي، دي موجوده ان افريكا. فيميل فلاي ديبوزيتد ايجز اون سويل، هنا بتحط الايجز بتاعتها في السويل. لارفي بينتريت ذا سكن ويز تو دارك بوستيريور سبايريكال فيزيبل ان ليجن. تيجي اللارفا تخترق الجلد وتدخل الجلد وتسيب الجزء البوستيريور بتاعها اكسبوزد. طبعا الجزء البوستيريور بتاعها في لاند مارك، هي كاركترايزد باي ايه؟ باي بريزنس اوف بوستيريور ريسبيراتوري سبايريكلز، اللي انا اقدر اشوفهم كدارك سبوتس في الليجن. When mature larvae drop off to complete their development on soil، اول ما تبقى mature هتسيب السكن وتنزل على السويل عشان تكمل الماتوريشن بتاعها وتدي الادر. طيب النوع التاني اللي بيعمل فرانكلر ميزيس اسمها ديرماتوبيا، بقول عليها هيومن بوت فلاي. هنا الفيميل attached its eggs to blood sucking arthropod which in turn distribute these eggs على السكن بتاع الهيومن. يعني بصراحة حاجة خطيرة جدا ان الفيميل ديرماتوبيا بتشوف اي blood sucking arthropod هيروح ياخد blood من الهيومن او هيروح ياخد blood من الانيمال وتيجي على سطح الارثروبود ده على الجناح بتاعه كده وتروح حاطه الاجز بتاعتها وتعمل ستيكنج للاجز بتاعتها على جناح الانسكت دي. تيجي الانسكت دي تاخد بلاد ميل من هيومن، الاجز ديسبيرسد على السكن بتاع الهيومن، تتوزع على السكن. الاكس دي هاتش واللارفي بتطلع، اللارفي دي بتعمل بورينج في السكن وتعمل الفرانكلر ميزيس. يبقى الديرماتوبيا هنا الفيميل بتاعتها عملت ايه؟ attach its eggs to a blood sucking arthropod which in turn distributes these eggs while getting a blood meal from animal or man. eggs hatch and larvae burrow into the skin. طيب نوع تاني من الكوتينيوس، نوع من الكوتينيوس اسمه creeping ميزيس ده caused by hypoderma and gastrophilus in which flies deposited eggs on hair and skin. After hatching larvae penetrates the skin and frequently wander beneath the skin giving rise to a creeping lesion similar to that produced by migration of larvae of dog hookworms. فاكرين الليجن بتاع الانكليستوما برازيلنسس لما كان حد بيلعب كده على البيتش وهو حافي فتيجي الفايلاري فورم لارفا تخترق السكن او بيعمل كاستل كده طفل قاعد يعمل قلعه كده من الرمل على البيتش تخترق كده ايده وتبقى تحت السكن حاجه عامله زي سيربيجينوس ليجن كده تحت الجلد. هي هنا اللارفا بتعمل كده اللي هي الهايبوديرما والجاستروفيلس، عشان كده بقول على ده creeping ميزيس. في نوع تاني بقى اسمه wound ميزيس due to invasion of wounds or ulcers by larvae of Califora leucilia sarcophaga والفارشيا كريسوميا and كوكليوم. انا حصل invasion للwound، وعادة بيكون الwound ده يا ولاد ايه؟ الwound ده بيبقى في secondary bacterial infection، بيبقى في necrotic tissue او بيبقى في باد اودر، عشان كده هي بتبقى اتراكتد للووند بالباد اودر دي، ومن ثم بتعمل اللي هو السيمي سبيسيفيك مايزيس او الفاكولتيتيف مايزيس. طيب عندنا نوع اخير اللي هو البلمونري مايزيس. This unusual form of mayesis may results from accidental inhalation of either gravid female fly اقول عليها ميجاسيلا او airborne eggs. يعني واحد عمل inhalation للجرافيد فيميل فلاي كانت حامل شايله اكس جواها يعني، او عمل انهاليشن للاكس الموجوده في الغبار. This result in cough and virulent sputum. طيب انا لو عملت اكس راي في الحاله دي هشوف ايه؟ هشوف multiple ill-defined shadows about 2 to 4 centimeters in diameters. طيب يا ولاد هننتقل بقى على بعض الصور، يعني السلايد دي بتورينا بعض الصور كده للكلينيكال بريزنتيشن اوف كوتينيوس مايزيس. هنا اللارفا فورم نودولار سويلنج على السكن، دي في حاله الكوردولوبيا والدرماتوبيا. هنا في ايربشن من النديول وشايفه جزء من الكوردولوبيا لارفا. هنا اللارفي فورم تانل اندر ذا سكن في حالة الجاستروفيلس والهايبوديرما اللي بقول عليه
الكريبنج إيربشن. في السلايد اللي بعدها عندنا الدياجنوزس اوف مايزيس. دياجنوزس كلينيكال دياجنوزس عن طريق الكلينيكال بيكتشر اكوردنج تو تيشو انفيدد او تيشو افكتد، او اني الاقي اللارفي في الليجن وزير كاركترستيك بوستيرو ريسبيراتوري سبايركلز. اف لايف لارفي بسميهم ايه؟ بسميهم ماجوت. لايف لارفي بسميها ماجوت. لو انا عرفت احصل على الماجوت ده او اللايف لارفي ممكن اعمل لها ريرنج عندي في المعمل لحد ما تتحول لادلت، وبعد كده اتعرف على الادلت. يعني لو انا مش عارف البوستيريور ريسبيراتوري سبايركل ده بتاع اي لارفا منهم، انا ممكن اخليها عندي لحد ما تدي الادلت فاقدر اتعرف عليهم. ودي بعض الصور للبوستيريور ريسبيراتوري سبايركل ده فور ماسكا اند فور كاليفورا اند فور. بالنسبة للكنترول اوف مايزيس دايما بلاحظ ان prevention of human mayesis necessitates the control of animal mayesis. مهم جدا نعمل كنترول للانيمال مايزيس علشان نمنع الهيومن مايزيس. طب هعمل كنترول للانيمال مايزيس ازاي؟ by larvae size 12% malathion in motor، ده بيعتبر powerful larvae size. Applied to parts of animals most commonly harboring the eggs in order to kill the devolving larvae. يعني أنا بحطها على الأجزاء من الأنيمالز اللي هي most commonly الفلاي حاطة الإجز عليها أو لازقة الإجز عليها علشان أضمن إن اللارفي اللي خارجة من الإجز دي تموت. كده تخلصنا من الأنيمال مايزيس. Number two, fly traps. إن أنا أستخدم مصايد للأدلت، دي بقى بتستخدم للأدلت flies. Number three, screening of susceptible human groups. يعني دايما الجروبس من الهيومن زي الانفنت مثلا، زي الأولد إيج، زي الهوسبيتاليزد بيشنتس، المفروض أعمل لهم screening وأطمن إن مفيش حد فيهم بيعاني من الميزس.